ويعني بكل سجع وعارف انا هو 30 متر بحال اللي مهود شي 100 متر. الله اكبر. صراحه راني هود ديك 30 متر وما عرفش شحال هود، ولكن حاسب راسي بانني ما ماتش شي رياض ما بحال اللي مهودش، والاكسجين كاين حيتاش مريح، كنشم ريحه هانيه بحال اللي باقي مع الاخوه الفوق عادي. كنتمنى عيف وقاش نوصل ليلو، لا ما كانش ديك الحجره انا كنت غنوصل ليلو، ولكن الحجره شدتني على 2 متر وكانوا عاودوا معايا غير مره واحده، كنطلب معايا مره واحده ولكن ما كيبغيوش، ما عرفتش علاش ما كيبغيوش. كيقول لك يعني نقدر انتينا يعني هو ضايع ونزيدو نضيعوكم. قلنا دابا عيا كنعرفوه كنشوفوه ميت ما يبقاش فينا بحال هيدا دابا، ولكن كتشوفوا يعني باقي برا 24 ساعه ولا 25 ساعه ما كانش صابي ياسا وباقي برا. الله وكان ميت يعني عادي نبقاو هنا شهر جالسين كنحفروا ونضربوا بالبالا والبيكو، ولكن هو السيد ميت راه تينا عاد عطل على واحد السيد 48 ساعه او لا 3 ايام عاد بقى بالحياة. فعلا الامر بيد الله، ولو سيمانه لا بغى ربي غيبقى بالروح غيبقى فعلا. ولكن وين احنا؟ شكون حنايا؟ ما احنا ما نقدوش واحد الانسان كيتقطع تحت منا، علاش نعيشوا صاحبي؟ راه العمر محدود، لا كنت انا عالموت مثلا انا راني عالموت، فهمتي؟ راني ميت انا كنت عالموت، ولكن انا غنشوف هذا السيد هذا الصبي هذا الملك كيموت لتحت كيتقطع وما تطلعوش ما يمكنش. راه حنايا خوت اصاحبي عيد دم ولحم، حنايا مسلمين ماشي شي حاجه كبيره. اي واحد فينا يوقع فينا العطر راه كيبقى فيه الانسان، ولكن خصم لي انا خص ما بيني وبينك اي حاجه، ولكن ضروري عادي نحس بالملل من اللي كتجي فيك شي حاجه. على هذا الشيء انا بغيت محاوله ثانيه، طالب منهم يعطوني محاوله ثانيه ماشي شي حاجه كبيره، حيت يفطوني اول مره يعني على راسي. نجحت وهذاك ما نجحتش صاف. أيوة. انا بيدي من اللي مغالط فقدت العمل وبقيت كنزبل بوحدي، بقيت كنحيح داخل البير بحدي بحال اللي بغيت تفريبا كاع، بغيت يعني صافي كنقول لي يا ريت هوت راسي لتحت. علاش؟ لو كنت هوت راسي لتحت غنحفر فيه دم بيدي واخا بلا ما نرجع مورا الباس، حتاش التراب رطبه غادي ناكل التراب يعني مع هذا كلشي واحد المناسبه بزاف. عيش شويه غير الطفرين ديالك غتحفر وعاد 2 متر وغنشوفوا، راه ما نقدرش نرجع انا والله ما نرجع وكنت نحفر بيدي.